مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال كيفية التعامل مع الأرانب في فصل الصيف. واحد المصطلح بغيت نقوله في الحلقة وهو الاحتباس الحراري. غادي نهضروا على الاحتباس الحراري وشنو المعنى ديال الاحتباس الحراري. كما كتشوفوا معايا راه هذا النهار كاين درجه حراره، راه شوفوا يعني الشمس يعني حاره جد جد حاره، انا رشيت شويه ديال الماء بالنسبه لهاد الارانب، يعني ماشي نقولوا قدات عليهم يعني الحراره، ولكن كما كتشوفوا معايا راهم كلهم مجبدين. ها نتوما شوفوا راه الحراره، وشوفوا الطريقه باش كينهتوا راه مختلفه واحد شويه، يعني كيبان لكم كينهتوا بواحد الطريقه اكثر. كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الموضوع يعني ديال الحراره؟ يعني كاع الناس راه عندهم يعني في جميع الدول غادي تكون عندهم يعني الحراره مرتفعه، غير كاين يعني كاين البلدان او المناطق اللي كيكون فيهم الحراره اكثر من 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 من, من, من بلدان اخرين. بحال حنا في المنطقه الشرقيه عندنا الحراره في الايام ديال رمضان، رمضان الكريم، يعني حارة بزاف. بالنسبة للأرانب حسيت بهم أنهم بدأوا كي يعني تزيروا من 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 يعني في هذه الأيام هذه. شحال واحد غادي يسولني يعني كيفاش نتعاملوا مع هاد الأرانب، لا من ناحية ديال الأكل، لا من ناحية ديال الشرب ديالهم، لا من ناحية ديال التغطية ديالهم، شحال درجة الحرارة اللي خصهم يكونوا فيها. انا عارف بلي يعني جميع المربين المبتدئين ما عندهمش امكانيات باش غادي يدير كليماتيزور مثلا، ولا غادي يدير شي تهويه، ما عرفت كي دايره. انا كنهضر مع يعني البسطاء، يعني الناس اللي دايرين مشروع بسيط بحالي انا، حنا كاع دراوش. كيفيه التعامل مع الارانب؟ انتم كما كتشوفوا كتلقاه راه متكي، وملي كتقيسوا في اللحم ديالو كتلقاه شويه سخون. ممكن انكم تستعنوا برشاشات، يعني رشاشات باش ديال الماء عادي انكم ترشوهم شي شويه، ولكن ماشي يوميا غتبقاو ترشوهم وغادي يعني تقطعوا بزاف من الوقت باش كل خطره تبقاو تجيو ترشوهم. انما كاين قضيه واحده وهي الكميات ديال الاكل. الكميات ديال الاكل شحال واحد كيمشي كيغلط كيبقى غادي بنفس النهج في الايام الاخرى، وهذا هو الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ماشي المعنى ديالو انه يعني من خلال يعني المفردات ديالو احتباس حراري، لا، يعني يعني اعلى درجه من الحراره، لا ماشي هذا هو المعنى ديالو، وانما الاحتباس الحراري الا مشاو هما يعني الجسم ديالهم وصل لواحد الدرجه ديال الحراره مرتفعه. كيفاش غادي يوصلها؟ من خلال الطاقه. كيفاش غتعطيه هذه الطاقه؟ من خلال الاكل. يعني الناس اللي مربين ارانب ما خصهمش يبقاو غاديين بنفس النهج اللي كانوا غاديين به من قبل ديال الكميات ديال الاكل. الناس اللي كيعطيو السيكاليم من الاحسن ما تبقاش تعطيهم بالنهار كامل كاع، يعني تعطيهم غير في الليل ملي كيبرد الحال. نتوما غادي تلاحظوا ان الكميات ديال الاكل هما ما بقاوش كياكلوا بزاف، ولكن الا حطيتو له الماكله من لابد ما غادي، واخا غير بقاو يتسلاو فيها يعني يمشيو ياكلوا منها. ملي غادي ياكلوا منها غادي هما غادي هذاك الاكل كيعطيهم واحد الطاقه كيسخن لهم الجسم ديالهم. هذيك الطاقه بالاضافه الى الطاقه اللي كاينه ديال سيدي ربي ديال 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 السخانه وديال الصاد، كونوا متاكدين انهم واحد النهار كتجيو كتلقاهم يعني مجبدين ميتين. ما نتوما شحال واحد كيقول باللي راه الحراره هي اللي قتلتهم. الحراره ما كتقتلش الارانب. حرارة ممكن ان الارنب يبقى بحال هكا ما يكونش حيوي، يبقى غير مجبد وناعس بحال الطريقه هذه، انتم كيبقىكم غير مجبد وناعس، ولكن ماشي ان الحراره غادي تقتل الارنب، لا. وانا كما كتشوفوا راني داير غير سطح، يعني غير في السطح راني باني لهم، غير في السطح انتم راني داير غير الزنك ها هو. ممكن ان نشوف الزنك ها هو راه لقاه حامي يعني ساخن، يعني هذه الحراره ممكن انها توصل لهم، ولكن ماشي هي اللي غادي تقتلهم وغادي تاديهم، لا. هما غير الاشعه ديال الشمس ما تكونش ضاربه فيهم مباشره،
وصافي راهم مزيانين، ما عندكلاش تخاف منهم، تخاف عليهم عفوا. ولكن المشكله فين كتوقع هو الناس اللي كيبقاو يعطيو كميات ديال الاكل وتسمين عادي، يعني يبقى يعطيهم ياكلوا بطريقه عاديه. لا، الناس اللي كيعطيو ثلاثه المرات ما خصهمش يعطيو ثلاثه المرات، وما خصهمش يعطيو جوج مرات في النهار، خصهم يعطيو مره واحده في الليل. وما تخافوش عليهم، راه داكشي اللي غادي ياكلوه في الليل راه غادي يسترجعوا الطاقه ديالهم. ان الليل كيكون الحال شويه مبرد، ما كتكونش الشمس، واخا يكون الصهد هذيك الكميه ديال الاكل اللي غتعطيهم لهم راه غادي تعيشهم، وغادي يعيشوا بطريقه عاديه، ما تخافوا حتى شي حاجه. اذا الاحتباس الحراري وهو الزياده ديال الكميه ديال الطاقه في الجسم. اذا مشات الطاقه ديال الحراريه كانت في جسم الارنب على طول النهار، كون متاكد انه كيتغلب صافي، ما كيقدرش يحتمل هذيك الحراره. بالنسبه للماء يومي، ما يكونش بارد بزاف، ما تقولوش بلي نعطيهم ماء بارد بزاف من الثلاجه، هذيك حيدوها، خطا. الا درتوها كون غير توادعوا مع ديك الارنب، اعطيوه الماء من الروبيني عادي، يرقد شي شويه ديك الماء، يعني ما يكونش فيه ديك المبيدات اللي كيكونوا دايرينهم وديك الجافيل اللي كيكونوا دايرينه، كيكون ما كيكشكش في الاول. خليه واحد شويه يرقد واعطيه لهم عادي، ما تعطيهمش الماء بارد جدا، تقولوا لا غادي نعطيهم ماء بارد باش يبرد عليهم، لا، ممكن انكم ترشوهم بالماء عادي، ترشوهم هكا بواحد الرشاشه، يعني غير بخاخ، يعني تبخوا عليهم شويه، تلطف لهم شويه الجو. الناس اللي كيديروا عاوتاني واحد الفرفاره الدور تبرد، نسم لهم برد شويه ماشي مشكل. ولكن الاحتباس الحراري هو الموضوع ديالنا ديال هاد النهار، وهو الكميات ديال الاكل. اعطيهم مره واحده، مره واحده بالنسبه عفوا مره واحده في الليل فقط لا غير. بالنسبه للكميه ديال الاكل ممكن انكم تعطيو ربع، يعني نص طاس ديال 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 ياغورت بالنسبه للفرد، فرد البالغ. اما بالنسبه للارانب الصغار كما كتشوفوا هنا، راني عاطيهم هو الدراء، ولكن عاطيهم من البارح، يعني هذا الشيء راه من البارح، هذه الكميه هذه راني عاطيها لهم من البارح، وشوفوا انهم راه ما كلاوش منها بزاف، يعني كلاو وخلاو منها، وهما دابا راه ما كياكلوش، قليل اللي كتلقى كياكل هذا الصغير راه كياكل، ولكن بواحد الطريقه يعني غير كيتسلى وصافي، ماشي كياكل لانه حس بالجوع، يعني ما كتبقاش عندهم ديك التهافت نحو الاكل، ما كتبقاش عندهم رغبه انهم ياكلوا. اذا كما قلنا اشعه الشمس ما تكونش مسلطه على الارانب ديالي مباشره، هذه اول حاجه، خصهم يكونوا عايشين في الظل. ثاني حاجه الكميه ديال الاكل قللوا لهم، ما تعطيهمش كاع الماكله بالنهار، ما تعطيهمش الماكله. بالنسبه للامهات حاولوا انكم ما تعشروهمش، ما تزوجوهمش مع الذكور باش ما يولدوش في هذه القيته اللي كتكون سخونه، لان داك الصغار ما كيحتملوش، زياده على الليموراجي اللي ممكن انها تحدث الانثى، ما كيبرالهاش الجرح دغيا في البرد، كتبرى مسكينه دغيا كتنوض صافي، كتبقى ترضع الصغار ديالها صافي راها مزيان. اما بالنسبه للصيف كتكون القضيه صعيبه شي شويه، الناس اللي ما عندهمش التبريد يحاولوا انهم ما يزوجوش الانثى، يخليوها تيفوت ديك الموجه ديال الحر. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تتعاملوا بذكاء مع هذه الفتره هذه تدوز ديال الصيف. الحلقه ديالنا راه سالات، ما تنساوناش بزر جيم، تكيو على زر جيم ما تنساوناش. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر جرس باش يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.